السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة الإمام الحسين الفضائية من كربلاء المقدسة، حياكم الله في حلقة جديدة من برنامج أزاهير زينبية. خير ما نفتتح به هذه الحلقة المباركة هي قراءة عطرة في سورة الحشر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. صدق الله العلي العظيم. الإيثار خير دثار وأفضل شعار ودليل على رسوخ الإيمان وكذلك الثقة بما عند الرحمن عز وجل. هذا هو إن شاء الله موضوعنا ومحورنا لهذه الحلقة مشاهدينا الكرام. مؤكد راح تكون معي ضيفتنا الدائمة الدكتورة بشرى حنون، أستاذة اللغة العربية في جامعة كربلاء كلية العلوم الإسلامية. حياكم الله ضيفتنا الكريمة. الله يحييكم، أهلا وسهلا بكم. أهلا ومرحبا بكم، شرفتونا دكتورتنا. اليوم نتحدث عن قضية الإيثار، ففي البداية كما تعودنا في كل الحلقات لما نذكر في موضوع معينة من الصفات الحميدة اللي يتحلى بها الإنسان كان مسلما أو مؤمنا، فأول شيء نفتتح هو أنه نأخذ فلسفة الإيثار كما أخذنا فلسفة بعض المواضيع الماضية إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي الزهراء وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد. كل حديث عن كل تفصيلة من تفصيلات الحياة سواء كانت على المستوى الأخلاقي أو على المستوى القيمي لابد أنه نتوقف عند هذا العنوان ونعرج على المفهوم العام أو المفهوم الخاص. نعم. إحنا لكل الكلمات أو لكل المعاني لها فلسفة، لربما فلسفة تخص بطون الكتب، يعني فلسفة لغة وفلسفة اصطلاح. نعم. وعندنا ايضا الى جانبها او الى مقابلها هي فلسفه الحياه. يعني احنا مرات مثلا مع الكتب تنطيني معاني مو بالضروره انه تكون هي المعاني الحقيقيه اللي موجوده يعني بالحياه. فاذا اجينا للمعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي الايثار انه تقدم الاخر على نفسك. على نفسك، نعم. الايثار هو اعلى درجه من درجات العطاء. يعني يسبقها السخاء، يسبقها الجود، لكن الايثار هو الاعلى. لما الإيثار أعلى من غيره من المعاني التي تتصل وهو أولى بالمدح من غيره بالضبط عندما يصل لهذه المرحلة؟ أنه هم يقولون عنه هذا جهد المقل، يعني بمعنى أنه من لا يملك شيء أو أنه هو فقير أو أنه إمكانياته محدودة ومع هذا يعطي كل ما يملك فهو قمة العطاء. أحسنت. هذا ما قالته الكتب أو ما قالته المصادر اللغوية وحتى ما اتفق عليه أهل الإصطلاح. لكن نحن نقول هل تتجلى هذه المفهومة أو هذا المعنى يتجلى في الحياة العادية؟ لو وقفنا طويلا هل هذه الكلمة أو هذا المعنى أو هذه القيمة الأخلاقية كانت موجودة أصلا يعني أم أنها استحدثت فيما بعد أو أنها أوجدها أناس يعني هم أهل لها؟ أهل لها، نعم. يعني العرب معروفون بالخلق العالي يعني، ونحن كلنا نعلم أن الإسلام قد أبقى كثيرا على الأخلاق، بعض الأخلاقيات التي يمتلكها العرب وبعض العراف أقرها الإسلام لأنها تتناسب مع الروح الإسلامية. نعم. الإيثار هي قضية موجودة حتى عند العرب في الجاهلية، يعني هي ليست قضية جديدة، لكن هل تجلياتها في الإسلام أو فيما بعد يعني في العصر الحالي موجود؟ نعم موجودة وبشكل يمكن كبير جدا. نعم. قد يخرج حتى عن موضوعها الفعلي والحقيقي. يعني ممكن أن ننطي صورها الفعلية والحقيقية، نعطيها مثلا بالجاهلية لها. نعم. أمثلة كثيرة، ويمكن عندنا مثلا صاحب الكرم المعروف حاتم الطائي. نعم. يعني أيضا وصل إلى هذه المرحلة، مرحلة الإيثار. أنه يقولون أنه حين جاءه ضيف ولا يملك شيء سوى فرسه. نعم. ذبح الفرس يعني فأعطى كل شيء يعني وأطعم ضيفه. بالضبط. نعم. هذه قيمة يعني إسلامية، يعني إحنا هي قيمة أخلاقية. نعم. لكنها يمكن تعد هو من القيمة الإسلامية التي أقرها الإسلام والتي أكد عليها. نعم. فالآن لو ننتقل مثلا من الجاهلية وننتقل إلى الإسلام الذي أبقى على الأخلاقيات، وعندنا يعني الحديث النبوي الشريف للنبي صلى الله عليه وآله إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق.
فإذا كانت هذه السجية يعني في الجاهلية كانت لها جزئية أو كانت بسيطة فتممت إيه؟ بالإسلام وأعطوها المعنى الحقيقي والفعلي أهل البيت عليهم السلام، وأيضا أعطوها مرتبتها وحقها، أعطوها مرتبتها وحقها وأمطوها التجلي الفعلي والحقيقي الذي يقف الإنسان أمامها عاجزا يعني يعني يمكن لو نأتي الآن إلى الشخصية الأولى والفعلية شخصية النبي محمد صلوات الله عليه وآله، لم آثر كثيرا على نفسه وقدم الآخرين على نفسه وضحى من أجل الدين الإسلامي وأعطى 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 إلى ما لا نهاية. نأتي الآن إلى الحادثة الأولى التي قد يقف عندها ممكن أصحاب المذهب يعني هم أكثر شيء، لأنه القضية تتعلق بالإمام علي عليه السلام، السلام الله. وقد كان صبيا حين آثر النبي محمد صلى الله عليه وآله على نفسه وبات في فراشه حين في كانت حادثة المبيت على فراش الرسول، أحسنتم. فهذا هذه هي درجة الإيثار الحقيقية فعلا. لربما الإنسان يتصور أنه الإيثار هي إيثار بالأموال يعني. أيضا أهل البيت دكتورتنا الفاضلة مثلوا أروع الصور أو جسدوا أروع صور الإيثار في حياتهم، فهل يا ترى اليوم إحنا نقدر نوصل إلى هذه المراتب وإلى هذه الصور ولو بالشيء اليسير في قضية الإيثار؟ يعني فكرة أنه شيء اليسير يعني هذه ما أحبها حقيقة الكلمة، يمكن لأنه أنت تحجمين يعني من فعل الإيثار اليسير وكأنما أنه إحنا ما عندنا إيثار يعني يبلغ مبلغ أو يعني حقيقة الفعل، تميلون إلى الكمال. لا هو شوفي في بعض المواضيع هي القضية تتعلق بمن يقدم يعني احنا نعم. ننظر لأنه أهل البيت يعني هم قمة في كل شيء، قمة في العطاء، لكن من نجي للفعل الإنساني العادي يعني الإنسان البسيط يعني هو هم أيضا وصل إلى شأو يعني معين بالإيثار. يعني الآن لو أردنا أن يعني نخرج من دائرة أهل البيت، وهو طبعا احنا ندور في هذه الدائرة يعني مسألة أنه نخرج يعني عيب أنه نقولها، احنا نحن ندور في دائرة أهل البيت على طول الخط يعني بفعلنا بقولنا حتى وإن كان مو حقيقي وفي تماس مباشر لكن لابد أن نتمثله يعني. فخلينا نجي مثلا الأشياء البسيطة تماما، يمكن إحنا عندنا محرم وصفر يعني يمكن هاي شهرين تمثل بها الإيثار بشكل العالي كلش. يعني تعرفين كم من العوائل فقيرة جدا لا تملك قوت يومها تجمع من السنة إلى السنة في سبيل أنه في محرم أنه تقيم عزاء للإمام الحسين، نعم. أنه تطبخ مثلا الإمام الحسين، نعم. يعني هذا هو هذا نوع من أنواع الإيثار. يعني نلاحظ مثلا عندنا بزيارة الأربعينية يعني الأبواب تفتح، نعم. تبذل الأموال، الفقير والثري يجتمعون في مائدة واحدة، الكل يعطي الكل يهب في سبيل إثراء قضية، نعم. الإمام الحسين، يعني هو هذا إيثار بحد ذاته. نعم، أحياناً دكتورتنا الفاضلة تكون عندنا مغالطة بين أنه قضية الإيثار وبين السخاء والجود، ربما نرى أنه في قضية الإمام الحسين أيام العاشوراء أو أيام الأربعينية لما نشوف هؤلاء الفقراء مثل ما ذكرته حضرتكم أنه يجمعون من سنة إلى سنة في سبيل إيواء الزائرين، نعم. أو إطعام زوار الحسين عليه السلام، لكن ربما نقول بمصطلحنا العامي هذا من باب الكرم، من باب السخاء أو من باب الجود، فهل على عجالة أنه بحيث نوضح للمشاهد الفرق بين هذه المراتب الثلاث؟ طبعاً إحنا الآن لو نأتي إلى المعاني الفعلية، السخاء أنه تعطي القليل وتحتفظ بالكثير، الجود تعطي الكثير وتحتفظ بالقليل، نعم. أما الإيثار فهو أن تعطي كل شيء، وفعلاً إحنا نلاحظ أنه يعني العطاء غير ممنوع يعني فعلاً. وما متوقف عن جهة معينة، ويمكن تلاحظون كثر من القصص اللي تطلع يعني عن ناس فقراء مثلا، نعم. على جادة الزوار أو جادة المشاة اللي يأتون، نعم. في الأربعينية حاطلة فد كارتونة صغيرة يعني كيك، يمكن احنا نقول هذا مثلا شنو هذا ينطي فد شيء بسيط، أو مثلا فد قوري شاي ويصب للمشاية، نعم. هو ما عنده هذه ترى حدود إمكانيته ولا ربما حتى تفوق إمكانيته، صح، نعم. فالمهم أنه يشارك ويشارك وهو فرح يعني بهذه المشاركة، وقلت لك يعني من السنة إلى السنة يعني يجمع الأموال اللي ممكن أنه تفيده، يمكن يشتري به شيء لبيته هو يعني حتى هذا يتخلى عنه في سبيل أنه يخدم زوار الإمام، نعم. الحسين عليه السلام، صح. هذه إن الآن نتحدث عن جانب مادي بحت، يعني مرات شوف الإنسان ممكن يجود بالأموال لكن من يصل الجود أو يصل الإيثار بالنفس هذه قضية كبيرة جدا، نعم. احنا عندنا شواهد وكثيره وخاصه في العراق كثيره جدا، يمكن موجوده بالبلدان الاخرى لكن ما متمثله ليس بهذه النسبه، لا بهذه النسبه ولا متمثله بهذه الطريقه، يعني طريقه غريبه جدا.
يمكن ما أعرف اللي يشاهدون برامج، البرامج أكو برامج عربية نعم تخرجنا نماذج إنسانية، فدائما يوجهون النظر دائما العراقيين يتفوقون بهذا الجانب فعلا، جانب الكرم، جانب الغيرة، جانب المروءة، جانب الشهامة. ربما أكو فسر معين إحنا هسه ما نريد أنه مثلا نمدح كعراقنا وبلدنا وإحنا كأمة مسلمة موالية لأهل البيت وأمة يعني هذا بلدنا، شنو هذا التميز؟ لماذا أكو لابد وأنه أكو سر معين نتميز به عن باقي الشعوب أو الأمم؟ يعني يكفينا فخرا أننا أرض علي والحسين، يعني هذه المنظومة القيمية الأخلاقية اللي تتمتع بكل الفضائل موجودة عندنا، يعني فأينما يلتفت الإنسان العراقي يجد علي في مكان والحسين في مكان والعباس عليه السلام في مكان، اليوم احنا ويجد عسكريين بعض الروابط ما موجودة في باقي الأمم الإسلامية أو البلدان، وهو مو بس ما موجودة كشخوص يعني مو كشخوص وإنما تمثلاتهم كصفة أو بالضبط يعني على طول الخط احنا مثلا نقيم العزاء، نقيم الماتم، نقيم دواعي الحزن والفرح أهل البيت، ودائما عندنا هذا الشد والربط المستمر مع أهل البيت. نعم. احنا ليش قدمنا في البداية قلنا انه القضية لا تتعلق فقط بالإسلام، قضية الإيثار يعني مو احنا ما نريد نحجبها الآن عن بقية الأمم. نعم. بحيث ندعي موجود. انه نعم. احنا فقط أصحاب هذه الأخلاقية أو أصحاب هذه القيمة، هي موجودة عند الجميع، لكن عندنا أعمق وعندنا أكثر وعندنا واضحة جدا ومتميزة، أنه إلى الآن نحن لازلنا نؤثر الآخرين على أنفسنا فعلا. يعني لاحظي مرات كثيرة يعني إحنا من باب التعامل مع الآخرين يعني مرات تشوفين عوائل فقيرة مثلا تريدين تنطيها مساعدة، فرأسا شي يقول لك عافية أكو عائلة والله كلش أفقر من عندنا وما عندهم يعني خطية، يصير مثلا تنطوهم إذا عندكم تطوهم وإذا ما عندكم فالحصة اللي إنا نطوهم إياه، حتى هذه ما موجودة يعني حقيقة. يعني أنا إحنا يمكن سافرنا كثيرا فعلا. ما تعاملنا مع القضايا الإنسانية، لكن شفنا المجتمعات الأخرى كل شيء عندهم بمال، العراقيين كل شيء عندهم مبذول. اليوم هسه يمكن اللي يسمع يقول ده صدرون للعراقيين وكأنما هم قمة، أنا بالنسبة لي حقيقة أعتبرهم قمة يعني عطاء مستمر. يعني هسه خلينا نشوف، يمكن الآن ننتقل من الجانب الاجتماعي إلى الجانب العسكري. شوفي احنا عندنا مثلا الحشد الشعبي، عندنا القوات الامنيه الله يحفظهم، اي يعني شنو اللي قدموه؟ طبعا قضيه انه الحشد الشعبي دكتوره يعني بما انه نزلت كثير بالمقالات ببطولاتهم وبالصور البطوليه او قضيه الايثار فعلا يقف العقل عندها، اما نقرا مثلا الكتاب او نرى بعض الفيديوهات او ربما بعض التقارير عنهم فعلا ما كنا نتوقع انه هؤلاء الأشخاص أنه يبدو عندهم هذه الصفة أو هذا الفعل. ربما هو احنا مو احنا دائما عندنا أحكام مسبقة عن الناس مسبقة، وربما يثير الاستغراب بالضبط. لما تبرز الحقيقة احنا حقيقة يعني الشخص. احنا يمكن بدايات يعني نشوء الحشد، بدايات الدعوة إلى الجهاد نعم يعني كل من توجه للقتال تخيلي أنهم حتى أطفال يعني مو كبار في نعم السن فعلا. يعني اختلفت الأعمار التي شاركت في القتال، هؤلاء الصغار اللي احنا نتصور انه ما عندهم منظومه قيميه اخلاقيه مبادئ مع الاسف نعم. لانه نتصور انه بعد ما متكونه شخصيته بعد ما عنده يعني معرفه بحقائق الاشياء، لكنه اندفع للقتال اندفاع كامل، هو حتى لا يعرف يقاتل، وربما نرى انهم ميولهم الى الدنيا والتمسك بها وبزخارفها اكثر عكس ما ثبتوا انه اثبتوا انهم زحفوا للموت زحفا فعلا، لا نقول ركضوا للموت ركضا، هم زحفوا لانه مرات فعلا كان زحف كبير، مرات يبقى الانسان متحير من هذا الايثار وهذا فعلا. الاقبال على هذا الامر يعني لحظي هل هناك انه سبب المنهجيه اللي يعيش الانسان، او ربما مثلا خلينا نقول بالجينات العامه للجينات المؤثر، او ربما تكون البيئه اللي يعيش بها، كانت بيئات مختلفه احنا في العراق، يعني احنا عندما نزلت الفتوى الجهاد نشوف بكل الفئات انطلقت وكل الاعمار ما بلغ السن القانوني ربما بعضها نعم هذا صحيح. اللي عرفناه في صحيح. بداية الأمر، بعدها جاءت أنه بعض النظم والضوابط أنه بعد السن القانوني يأتي ويدخل إلى الحشد ويكون إيه يعني تحول من قضية إنسانية بحتة يعني، فدائما نبحث عن هذا السر دكتورتنا الكريمة، ما هو الشد الرئيسي والعامل الرئيسي اللي يجعل هؤلاء الثلة، هؤلاء الشباب الفتية أنه يكون عندهم استماتة هكذا للواقع وللنصر؟ احنا نبقى نقول اولا يمكن وانا اعتقد هو هذا الواقع، يعني ممكن اخذ عليه
احنا دائما مجالسنا الحسينيه دائما عاشوراء، هذه الملحمه العظيمه يعني. ودائما شوفين من هو طفل هو يشارك بالمشي، يشارك بالعزاء، يشارك باللطم. هذا كله يشجعه على انه مو فقط يؤثر، ان يضحي. التضحيه اصبحت عندنا قضيه يعني محببه. محببة، يعني يشعر الإنسان أنه فت قيمة عليا. هذا الشخص من نعومة أظفار. تماماً، فهو حين يضحي يعني بكل شوق وبكل شغف، يعني ولا ينتظر أن يدفعه آخر. أو ربما أصبحت عنده يمكن الأطفال أو حتى إحنا من كنا صغار نسمع تضحيات أهل البيت، وخاصة أيام عاشوراء الحسين وأهل بيته. نعم. وكيف أنه كان الأصحاب يتسابقون على الموت في سبيل أنه يفدون الحسين بأنفسهم. أحسنت. هذه القضية يمكن هي اللي عززت هذه الصفة عند الشخص أو عند الشاب. عززتها عندنا وكثيرا، يعني بحيث احنا دائما هذه أمثلة التضحية الضخمة في ملحمة عاشوراء في واقعة الطف، دائما انطتنا في الدعم معنوي أنه نتجه دائما باتجاه المقاومة، باتجاه التضحية، باتجاه العطاء أو بدون خوف. هو لا تتخيلي انه حتى الشجاع يخاف، لكن الشجاع يقدم مع خوفه. يعني الخوف هي قضيه طبيعيه جدا. هو يمكن شوفي واقعه الطف يمكن افضل مثال، هو كله ايثار. نعم. كله ايثار على كل المستويات. نعم. حادثه عاشوراء. لكن لو اتينا الى ابي الفضل العباس عليه السلام حين ذهب لياتي بالماء، يعني وهو عطشان وفي الفرات، وفي ذات الوقت لم يستطع أن يشرب الماء، لم يرد أن يشرب، آثر الغير على نفسه. تريد العطش. أحسنتم. ينادي بأنه يشرب الماء، لكن نفسه بعد الحسين هوني. أحسنتم. فهو هذا هنا الإيثار. يعني هذه الصور الملحمية اللي إحنا دائما نسمعها. يعني احنا الحمد لله والشكر، يمكن احنا أمة قد يعني الحمد لله، واحد يقول انه الحمد لله انه احنا أمة لا تقرأ، هاي كارثة كبرى. يعني سيقول أنه تشجع لعدم القراءة. نحن أمة لا تقرأ، لكننا أمة مستمعة جيدة. أحسنتم فعلا. فخطباء المنابر والقضية الحسينية التي دائما نسمعها عززت هذه القضية عندنا. فمرات يعني نقول لك أنت مثلا يجوز ما قاري الواقعة وما تعرفها، لكن دي يجسدوها. نعم. جسدوها بالتمثيل، بالشعائر الحسينية المستمرة. فهذه جسدت يعني صورة وصوت وعقل وروح، بحيث شربناها. يعني ما نحتاج أن واحد يقول لي روحي اقرأي كتاب عن واقعة الطف حتى تعرفين المواقف. يعني هسه الآن أي واحد تسألي، طبعا حتى لا يعيلون بعدين يقولون يا بنتو شو كأنما أنتو بس أصحاب المذهب عندكم إيثار. لا، بس إحنا يمكن متجلي عندنا أكثر، إحنا متشربي أكثر، لأنه يعاد ويكرر المشهد علينا طويلا. بالضبط، لأنه لدينا الحسين. لدينا الحسين. إذن من الأشخاص اللي فعلا جسدوا أعلى مراتب الإيثار هو سيدي ومولاي أبي الفضل العباس، وفعلا هذه الكلمة ملاصقة للشخص أبي الفضل العباس. بالضبط. يعني إذا ذكر الإيثار أبدا ما تأتي أي شخصية. ذكرت حضرتكم أنه حاتم الطائي من باب الكرم أيضا كان من باب الإيثار، أثر على نفسه في إطعام ضيفه. لكن ما أن تأتي كلمة الإيثار، الشخص الوحيد التي يتراءى في مخيلتنا هو أبي الفضل العباس سلام الله عليه. ولا تنكري دور السيدة زينب عليه السلام بأنها آثرت. آثرت. نعم. آثرت أخوها الحسين حتى بأولادها. يعني قدمت أولادها من أجل. نعم. الإمام الحسين. وآثرت الإمام زين العابدين على نفسها عندما في مجلس يزيد وفي مجلس عبيد الله بن زياد. هي القضية مو سهلة طبعا، هي يعني ما نقدر نفصل شخصيات أهل البيت يعني فنقول هذا كذا وهذا كذا، لكن ممكن الشهرة، ممكن الصفة تكون ملاصقة لشخص أكثر من غيره، بس مو معناه أنه هي الصفة هذه ما موجودة عند الآخرين. هي موجودة عند كل أهل البيت وحتى عند أصحابهم، لأنه حتى أصحابهم ترى ما كانوا ناس عاديين، يعني مو مثلهم مثلك، يعني ننهزم في اللحظة الأولى. يعني يعني أخذي حتى المثال عندك مسلم بن عقيل. سلام. يعني مسلم بن عقيل عانى ما عانى من أجل الإمام الحسين، ووصل إلى الكوفة وكان بإمكانه أن يهرب يعني، لكنه صمد. عندك طوعة اللي أخفت. نعم. مسلم اللي هي امرأة عادية. نعم. جدا. نعم. آوته وما خافت من كل البطش. نعم. الموجود.
وعندنا شخصيات كثيرة، شخصيات إسلامية. الآن لكن دكتورتنا إذا نقرأ هذه القصص، هذه الروايات، أنه قضية طوعة، قضية مسلم مثلا، أو ربما زينب عندما رمت بنفسها على الإمام زين العابدين فقالت اقتلني قبل، أكثر في موقف قالت هذا للشمر لعنة الله عليه في بعد مقتل الحسين في ظهيرة عاشوراء، لكن ربما أنه يتهيأ للقارئ أو للمستمع أن هذا من باب الشجاعة. هي يعني شجاعة، ربما أنه نقول شجاعة خالطها الإيثار. أيوة، شو المنظر يعني؟ وأنه يعني الشجاع يفترض أنه يتحلى بصفة واحدة، فأنه أنا هذا الموقف شجاع، ما ممكن أنه أكون من باب الإيثار، وما ممكن من أكون من باب الوفاء، وما ممكن أن أكون يعني. هي الشجاع عادة يتحلى بمعظم الصفات يعني، وكأنما هي سجايا بالضبط يعني. هي كلها يعني كلها تؤدي، بعضها يؤدي إلى بعض، فما ممكن نفصل صفة عن صفة بحجة أنه هذا يمتلكها وهذا ما يمتلكها. لكن بما أنه الإيثار هي درجة عالية من درجات الجود والسخاء والكرم والعطاء، فلذلك يمكن أنه تصنف أنه ما ممكن يقدر لها واحد. ولاحظي احنا ليش ابتعدنا كثيرا يعني، توقفنا عند واقعة الطف واعتبرناها هي المثال الحقيقي والفعلي. ارجعي بالتاريخ لقضية السيدة فاطمة الزهراء عليه السلام، الأميرة المؤمنين عليهم السلام، ونزلت فيهم سورة الإنسان، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. يعني ما عندهم، ما يمتلكون شيء يعني، عايشين شظف العيش بإرادتهم طبعا، بإرادتهم العلم والاطلاع يعني. لا يتصورون أنه هم فقراء ومساكين وخطية، ما عندهم إمكانية وميتين من الجوع، لا، هم بإرادتهم اختاروا هذا الطريق، أرادوا أن يكون طريقهم لله خالص يعني، لا تغرهم الدنيا، فتخلوا عن كل شيء من أجل الله. فهذه القضية أنه عائلة تصوم 3 أيام معها أطفال وما عندهم إمكانية أنه يأكلون بس شيء بسيط، وينطون باليوم الأول وينطون باليوم الثاني وينطون باليوم الثالث، هذا الشيء، هذا قمة الإيثار اللي احنا ممكن انه ما نقدر نتجاوزه يعني. ما يعني ورثته زينب سلام الله عليها. نرجع لشخص العقيلة زينب سلام الله عليها، سيدتي ومولاتي، عندما في مواقف كثيرة في مسيرها من كربلاء إلى الكوفة ومن الكوفة إلى الشام، كثير من المواقف، ما يسعنا الوقت نذكر هذه المواقف بالتفصيل على إيثارها من أجل أطفال الحسين، عيال الحسين سلام الله عليه. اليوم أيضا للمتطلع، المشاهد، القارئ، في كل منحة، أنه المعرفة خلينا نقول، يرى شيء من صفة زينب سلام الله عليها. عندنا سائنا اليوم يعني ممكن بهذه كثيرة الدقائق كثيرة جدا. يكفي أنه الأم يعني تهيئ ابنها حتى يروح لقتال وتدري أنه ممكن أنه ما يرجع. يكفي أنه زوجها تهيئ زوجها لأن يذهب للقتال وتدري أنه ممكن ما يرجع. يكفي أنه عوائل، هي مو فقط نساء يعني، الآن لو أتينا مثلا إلى العراق حصرا، لأنه تعرض إلى معاناة كبيرة، تعرض إلى هجمة شرسة من داعش، يمكن هذه بحد ذاتها هي إيثار فعلي للكل يعني، مو فقط الشهيد هو الذي آثره، لا بالعكس، غيره، الأم والأب والزوجة والأولاد والأخت كلهم اشتركوا. وأن فد قضية مهمة جدا، أنا كلش يعني دائما أقف عندها طويلا وأفكر بها حقيقة، أقول أنه شلون إنسان يقدر بهذه الجرأة أنه يتجه هذا التوجه. لاحظ عندنا القوات الأمنية وكثيرا استشهدوا أنه كان يروح على اللي لابس حزام ناسف ويمسك بإيده ويتفجر وياه في سبيل أنه لا يروح عدد من الناس بهذا الانفجار، من أخوان يعني المجاهدين يعني بالعقل الواعي، بالعقل الطبيعي الإنسان يهرب من الموت، العقل يرفض هذا الأمر، يهرب من الموت يعني دائما يتجه باتجاه الحياة. أما أنه الإنسان يروح باتجاه الموت مباشرة وهو مستعد، يعني هذه حتى أعتقد حتى الإيثار هم قليل بحقها يعني، يفترض أنه نبحث عن مفردة أعلى من الإيثار. أحسنتم، الله يخليكم، بارك الله بكم، ويا رب إن شاء الله الله يرحم ويسكن فسيح جناته لكل مجاهدينا الشهداء اللي بذلوا هذه الدماء الكريمة. آمين. من أجل إعلاء راية الإسلام والدين والمذهب. شكرا جزيلا لكم دكتورتنا الفاضلة بشرى حنون، أستاذة اللغة العربية في جامعة كربلاء قسم العلوم الإسلامية، تشرفنا، حياكم الله. شرف لنا، الله، إن شاء الله كنتم قد استمتعتم معنا في هذه الحوارية الشيقة مع دكتورتنا الفاضلة. والآن ننتقل وإياكم إلى فقرتنا الثانية، الكارت الأبيض.
في إحدى القرى الإسلامية قديماً وبشهر رمضان الكريم كان هناك عائلة، ورب هذه العائلة كان يدعى بحسان الذي كان يعمل في صيد الأسماك. ولقد كان حالته المادية متعسرة، إذ كان يذهب إلى عمله يومياً مجتهداً لجمع رزقه وسد رمق الجوع لعياله وأولاده. فبعد بضعة أيام في هذا الشهر الكريم سيحل العيد على هذه الأمة الإسلامية، وحسان كان بوقتها ما يملك شيء من المال لحتى يعين نفسه أو يعين عياله على قضاء هذه الأيام المباركة. فماذا فعل؟ فأيضاً كانت علامات الحزن تبدي عليه، ملامح الحزن كانت بادية على هذا الشخص. ففكر حسان أنه يذهب ويقترض بعض الدنانير من أعز أصدقائه، وكان هذا الصديق مقرب إليه اللي كان يدعى فضل. هذا الشخص كان يعمل بالزراعة، وبالفعل بعد الإفطار مباشرة ذهب حسان إلى صديقه حتى يطلب من عنده مبلغ بقيمة 30 درهما، بشرط أنه إذا توفرت عنده هذه الدراهم يسد الدين بعدها. فبالمقابل لما جاء إلى صديقه المقرب وطلب من عنده هذه 30 درهما، أيضا كان الصديق ميسور الحال وقد كان هو كذلك محتاج لهذه الدراهم، فآثر صديقه على نفسه وعلى أبنائه وزوجته وأعطاه 30 درهما، وبقي هذا الصديق المسمى بفضل أيضا يعيش حالة من ضنك العيش، لكنه آثر على نفسه وأعطى صديقه حسان. اتعجبت زوجة هذا الشخص من فعل زوجها، فقالت له وأخبرته بأنه هم أحق بهذا المال وهم ما عندهم غير هذه الدراهم القليلة. فقال لها إنه هذا صديقي وإحنا لازم نتأسى بأهل البيت، وخاصة بالنبي الأعظم كيف كان يؤثر على نفسه من أجل أصحابه ومن أجل المعوزين والفقراء. فقنعت هذه الزوجة الكريمة على أنه زوجها آثر على نفسه وأعطى لصديقه هذه الدراهم القليلة. لكن بعد هذه الفترة رجعت الزوجة وقالت لزوجها أنه إحنا محتاجين لهذه الدراهم، فممكن أنه تذهب إلى صديقك حسان وتقول له على الأقل أنه يرجع لك شيء من هذا المبلغ. فشنو فعل الزوج؟ يقال أنه قص عليها قصة أمير المؤمنين عليه السلام والزهراء والحسن والحسين عندما طرقت عليهم الباب وهم في صيام لمدة 3 أيام، وكيف آثروا على أنفسهم بإطعام المسكين والفقير والأسير. فبعد ذلك فعلا وصلت الزوجة إلى القناعة بهذا الأمر، وحتى إنها بكيت وقالت إني راضية على هذا الأمر، فافعل ما شئت يا زوجي العزيز. لكن المفاجأة التي حصلت في أحد الليالي، ليالي رمضان المباركة، عندما كان يجتمع الرجال في أحد الجوامع أو المساجد لقراءة الأدعية، وذلك بإمامة أو صلاة بإمامة شيخ المدينة. فماذا فعل فضل اللي هو آثر على نفسه وأعطى إلى حسان 30 درهما؟ تقول الحكاية إنه جاء إلى إمام الجامع وطلب منه واقترض منه 30 درهما، لكن بهذا الموقف فعلا أجاب الشيخ بالموافقة وذهب وأحضر كيسا مختوما وسلمه إلى فضل وقال له يا فضل عد الدراهم التي أنت محتاج إليها. فالشيء الغريب أنه فتح فضل ذلك الكيس المختوم وصار يعد الدراهم، لكن قبل أن يعدها استغرب فضل لأنه نظر إلى الكيس إنه نفس الكيس ونفس الختم الذي أعطاه إلى صديقه المقرب حسان، فاستغرب منه قائلا، فقال من أعطاك هذا يا شيخنا الجليل؟
فقال الشيخ: لقد كنت محتاجا إلى 30 درهما، وقد ذهبت إلى حسان فأعطاني هذا الكيس المختوم. هذا الكيس المختوم مشاهدينا الكرام دليل على أنه لم يفتح، حسان لم يفتح هذا الكيس ولم يعلم ما بداخله من عدد من هذه الدراهم. وكذلك الشيخ، فعندما وصل الكيس إلى فضل تعجب من الأمر وقال الشيخ: نعم، لقد كنت محتاجا إلى هذه الدراهم وقد اقترضتها من حسان. فبعد ذلك قرر الشيخ، شيخ المسجد، أن يذهب هو وفضل إلى حسان ويقتسما المبلغ على ثلاثتهم. في هذه الحكاية مشاهدينا الكرام لقد تجسد الإيثار بأعلى مراتبه بين هؤلاء الأصدقاء الثلاث. ونطلع وياكم فاصل إن شاء الله وبعدها نتواصل. بتربة أودع الله سبحانه وتعالى الشفاء فيها، ومن على أقدس بقعة في الأرض يعتلي صرح حسيني شامخ يطل على قباب القداسة ورياض الرحمة، ونستنشق من نوافذه عبق النبوة المحمدية وعطر العفة الزينبية، صادحاً بذكر آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. إنها دار السجاد عليه السلام في كربلاء المقدسة، مجموعة الإمام الحسين عليه السلام الإعلامية بلغاتها الخمس ووكالاتها الإخبارية. طابقها الأسفل سرداب خصص لخدمة الزائرين الكرام، أما طابقها الأرضي فهو حسينية بجناحين للنساء والرجال، مشرعة الأبواب على مدار السنة. الطابق الأول قاعة خصصت للمؤتمرات الدينية والندوات الثقافية والمهرجانات الحسينية، والطابق الثاني فيها مخزن ووحدات للصيانة. الطابق الثالث مقر قناة الإمام الحسين عليه السلام الفضائية الأولى الناطقة باللغة الفارسية. وطابقها الرابع مقر قناة الإمام الحسين عليه السلام الفضائية الثانية الناطقة باللغة العربية. أما الطابق الخامس فيها فيضم مكتب قناة الإمام الحسين عليه السلام الفضائية الثالثة الناطقة باللغة الإنجليزية، ومقر قناة الإمام الحسين عليه السلام الفضائية الرابعة الناطقة بلغة الأردو. والطابق السادس مخصص لقناة الزهراء عليها السلام الناطقة باللغة الآذرية ووكالة شيعة ويفز الإخبارية. حين نصل إلى الطابق السابع سنكون في استوديو المخيم الحسيني. أما الطابق الثامن في هذا الصرح الحسيني الشامخ فقد خصص لغرف التحكم، والطابق التاسع يضم استوديو باب القبلة، وهناك غرف تحكم أخرى في الطابق العاشر. صرح رصف حجره بنبض قلوب المؤمنين وارتفع أساسه بهمة الموالين، كجسد توحدت خلاياه من مختلف الجنسيات والقوميات والثقافات والأعمار،
وحدها حب الحسين صلوات الله وسلامه عليه، فما الذي يمنعك من أن تجعل لك فيه ولمن تحب صدقة جارية على طول السنين، تنفعك في الدنيا بقضاء الحوائج وفي الآخرة يوم لا ينفع مال ولا بنون. التفت لغدك ويومك القادم، واجعل لنفسك ولأهلك ولوالديك أثراً حسينياً تقف عليه غداً بين يدي الزهراء عليها السلام، أبيض الوجه نقي القلب ببركة خدمة محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. بعد ما شفنا الفاصل وياكم مشاهدين الأكارم، وصلنا إلى فقرتنا الثانية وهي العلم النافع. هنالك بعض الأساليب الكتابية طبعاً تكون إلها الأثر البالغ في نفوس القراء أو المطالعين، وأيضاً تترك في نفوسهم نشوة وطمأنينة وأيضاً استقرار نفسي وكذلك استقرار عاطفي، لأنها هي تكون أحد أساليب الوعظ والإرشاد الناجح وهو الأسلوب القصصي. راح نتحدث وياكم اليوم أحبتنا المشاهدين عن الأسلوب القصصي في الوعظ والإرشاد وتوجيه الناس إلى منحى معين أو إلى شيء معين يبغيه القاص. أيضا كان هذا الأسلوب المتبع هو الأسلوب القصصي في كثير من الكتب عند كثير من الوعاظ، كثير من الخطباء، لأنه هو الأسلوب اللي يطغى على الأساليب الأخرى في قضية مثل ما ذكرنا الوعظ أو الإرشاد. لماذا؟ لأنه كان الأسلوب الناجح في القرآن الكريم، الأسلوب والطريقة الجميلة اللي أيضا كان يسلكها أهل البيت في كثير من الأطروحات في قضية الموعظة النصح وأيضا في قضية الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. مثل ما ذكرنا هكذا كان ديدن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته عليهم السلام انتهجوا المنهج القرآني اللي هو كان يتبع الأثر والأسلوب القصصي. ليس فقط هو أسلوب الرسول الأكرم ولا أهل بيته، كذلك نرى العلماء الأجلاء أيضا انتهجوا هذا المنهج القويم في قضية الإعلام، في قضية الإرشاد الوعظ. لذا اليوم إذا طالعنا الكتب خاصة بالمؤلفات الشيرازية نشوف هذه الخصلة بارزة، هذه الخصلة طاغية على نوع الكتابة أو على منحى الكتابي. لذلك صحيح إحنا نشوفها هنالك قضية الوعظ والإرشاد من باب التربية الأخلاق، لكن كان الأسلوب البارز في الكتب الشيرازية والمؤلفات الشيرازية هو المنحى القصصي أو الأسلوب القصصي. بجانب هذا الأسلوب طبعا راح يلمس القارئ إذا اتبع هذه الآثار وسمع كلام المكتوب في هذه الكتب، فعلا راح يشوف أنه أسلوب المرجع الديني آية الله العظمى السيد صادق الشيرازي دام ظله اللي فعلا يظهر عن طريق مشاعر القراء والمتتبعين، فعلا يكون هنالك جذب رائع، جذب معين في قضية أنه القصص وقضية الأسلوب والأطروحة اللي تكون عبر كتبهم. يعني نشوف أنه لما يحكي حكاية أو يروي رواية فيبقى أثرها في النفوس. لماذا يبقى هذا الأثر؟ وربما يكون الأثر فعال إذا أيام وإلى أشهر وربما أيضا سنين، وممكن أنه هذا الأثر ينقل إلى بعض الأشخاص، يمكن أنه يتداول. لماذا؟ لأن الأثر القصصي، الأسلوب القصصي يكون مؤثر أكثر من أي أسلوب خطابي. لذلك نرى أن اليوم ما في أي خطابة، ما في أي توجيه يخلو من الأثر القصصي أو من الأسلوب القصصي. لذا اليوم وإياكم أحبتنا المشاهدين بين يدينا درة من تلك الجواهر التي كان فيها خطاب وفعلا أظهرت إلى عالم النور لحتى ينتفع به الناس، ينتفعون به لأنها هذه الكتب وهذه المؤلفات، هذه الخطابات فعلا كانت هي نابعة من منبع عذب وهو فرات أهل البيت عليهم الصلاة وأزكى السلام. اليوم بين أيدينا كتاب تحت عنوان فقصص القصص لعلهم
يتفكرون. في هذا الكتاب مشاهدينا الكرام هو عبارة عن مجموعة من قصص يرويها سماحة المرجع الديني آية الله العظمى السيد الصادق الحسيني الشيرازي. طبعا في هذا الكتاب القصص اللي تحتوي عليه ليس فقط هي قصص عن الأنبياء ولا عن الأئمة، بل بعضها قصص من واقعنا. ربما يكون المؤثر الرئيسي في هذه القصة شخص بسيط، إنسان متواضع، إنسان عادي، لكن عبر مسيرة حياته وعبر قصته في هذه الحياة تكون مؤثرة لها الأثر البالغ، لحتى أنه ربما يصل إلى قرون وإلى سنين تكون متداولة، وفعلا عندما يقرأها أو يتبعها القارئ راح يشوف المؤثرات تعملين. أيضا من هذه القصص اللي تشد القارئ، يعني شيء جميل أنه يعطينا بعض العبر في قضية الابتلاء، في قضية أنه عبرة الإجابة، عبرة الصبر في قضايا الابتلاء. أيضا في إحدى القصص في هذا الكتاب القصة اللي تشد القارئ، وهو أنه عبر أحد المسلمين أو عبر أحد الخطباء اللي سافر إلى القطب الشمالي، وكيف كان يرى هنالك مجالس حسينية قد أقيمت. هنالك قصة بالتفصيل بهذا العنوان، وأيضا قصص عن الخطباء. ففي هذه المنهجية وبهذا الأسلوب فعلا يعطينا النصح، يعطينا الإرشاد، يعطينا الموعظة، لكن بأسلوب غير ما يجعل القارئ يمل من عدها، ما يجعل المتتبع يشعر بالملل أو بالروتين في بعض الكتابات. إذن هنا في هذا الكتاب نوع من التشويق الرائع، نوع من التشويق الجميل، لحتى ممكن الإنسان يتعلم بعض الأمور الإرشادية عبر هذه الكتابات النيرة. فبعد ما تعرفنا وإياكم مشاهدينا الأفاضل على هذا الكتاب القيم، فنتمنى لكم أن تقتنونه وتقرؤونه، ويعني تشوفون هذه القصص التي كتبت فيه والنصح والإرشاد الرائع فعلا والمميز في هذه الكتابة. في قضية زيارة النيابة لقبر السيدة زينب سلام الله عليها ولقبر عزيزة الحسين مولاتي رقية عليها السلام، مثل ما ذكرنا تردنا كثير من الأسماء يطلبون زيارة النيابة، فقيدت هذه الأسماء، تردنا أسماء بالمئات. فهنيئا لمحبي السيدة زينب، هنيئا لمحبي السيدة رقية، هنيئا لمحبي أهل البيت عليهم السلام. اليوم ميانا أيضا بعض الأسماء راح نقيدها ونسجلها في هذه الورقة، مؤكد ستصل إلى الضريحين المقدسين. فهنيئا لكم هذه الزيارة النيابة. خلينا إن شاء الله نكتب هذه الأسماء وإياكم إن شاء الله تابعونا في هذه الفقرة، حتى يكون عندكم اطمئنان نفسي بكتابة هذه الأسماء وأنها راح ترمى في ضريح العقيلة زينب سلام الله عليه. أيضا إحنا كثير من الرسائل اللي وردتنا، لكن اللي أتمنى عندما ترسلون الأسماء ارسلوها بالاسم الثلاثي، لأن كثير من الأسماء تكون متشابهة وربما أنه يصير بعض الإشكالات، فالأسماء الثلاثية أفضل حتى نذكر أسماءكم، ولما تستمعون في هذه الحلقة راح تشوفون أنه هذه الأسماء نزلت في شباك السيدة زينب وأيضا في قبر رقية عليها السلام. إذن كثير من الأشخاص طلبوا من عندنا ندعي لهم بالسلامة والعافية، كثير من عندهم أنه طلبوا الذرية، فاليوم نتوجه إلى مولاتي عزيزة الحسين السيدة رقية سلام الله عليها ونطلب لكم بالنيابة. وأختنا وزميلتنا الكريمة هنالك في سوريا ما قصرت ويانا، أم محمد، هي أيضا راح تستلم هذه الأسماء وبدورها تقوم لكم بهذه الزيارة النيابية، وأيضا تهدي لكم خطوات لزيارة السيدة زينب. فهنيئا لكم هذه الزيارة النيابة.
وإن شاء الله الأسماء اليوم بين إيدينا وراح نكتبها كثير من الأسماء اللي إجتنا، وممكن أنه تشاركون مشاهدينا الكرام عبر رقم الواتساب الظاهر تحت الشاشة، تطلبون الزيارة وكل ما بينفسكم، قضاء الحوائج، شفاء المرضى، طلب الذرية. إن شاء الله اليوم أنا راح أكتب هذه الأسماء، مؤكد أنتم تسمعونها حتى يكون عندكم بعض الإطمئنان النفسي أنه هذه الأسماء نزلت وكتبناها، وشيء أكيد راح توصل إلى زميلتنا الفاضلة في سوريا وتضعها في شباك العقيلة زينب. فأول الأسماء إن شاء الله اللي نذكرها اللي وردتنا عبر رسائل الواتساب هي رسالة من صادق علي الحاجي، وأيضا من آمنة أم زهراء تقول في رسالتها: ادعوا لي لزوجي ولأولادي وكذلك بزيارة النيابة والصحة والعافية. وكذلك من سارة صالح حسن وحسين حبل، وأيضا الاسم الأخير هو من نادية، نادية بنت ليندا. وأيضا عندنا أسماء كثيرة إن شاء الله راح نكتبها وراح تنزل في شباك العقيلة زينب سلام الله عليها، مثل ما ذكرت راح تهدى لكم خطوات لهذه الزيارة، فهنيئا لكم ومبارك لكم هذه الزيارة اللي إن شاء الله عبرها تقضى حوائجكم، حوائج الدنيا والآخرة. وكتبنا بعض الأسماء في هذه الورقة، وإن شاء الله مثل كل مرة نوعدكم بأنه توضع في ضريح السيدة زينب سلام الله عليها، مثل ما طلبوا من عندنا ندعي لهم بقضاء الحوائج، طلب الذرية الصالحة، شفاء المرضى، تسهيل الأمور ولم الشمل. فنتوجه إلى سيدتي مولاتي زينب سلام الله عليها وإلى رقية عزيز الحسين بأن يقضوا لكم حوائج الدنيا والآخرة، كذلك زميلتنا الكريمة هنالك في سوريا. إضافة إلى هذه الأسماء إن شاء الله راح تمشي لكم الخطوات وتهديها لكم في هذه الزيارة النيابة. عندنا الأسماء صادق علي الحاجي وآمنة أم زهراء، سارة حسن وحسين حبل ونادية علوية فاطمة وعروبة عبد الحسين وزينب خالد عباس، وكثير من الأسماء إن شاء الله راح نكتبها في هذه الورقة، لكن ليضيق وقت البرنامج إن شاء الله لازم نختم وياكم. اللي يحب يشارك ويانا يبعث اسمه، اسم أسرته، أحبائه، كل شخص يريد يزور للنيابة، الأرقام الظاهرة لكم تحت الشاشة عبر هذا الرقم إن شاء الله تتواصلون ويانا، سجل أسماءكم وتوضع في الضريحين المقدسين للسيدة زينب ومولاتي السيدة رقية. إلى هنا مشاهدينا الكرام وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج أزاهير زينبية. تقبلوا تحياتي وتحيات كل الكادر، أيضا نتقدم بالشكر الجزيل إلى إدارة فندق القمر. أقول لكم في ختام هذه الحلقة في أمان الله وحفظه. It's not.